حديقة ديزني تفتح بواباتها للمرة الأولى في الصين لعشاق شخصيات الأفلام الذين قدموا من معظم المناطق الصينية لمتابعة فعاليات الافتتاح لهذا العالم الترفيهي المقام في بودونغ بشنغهاي. يضم المنتزه شخصيات جديدة صممت خصيصا للمواطنين الصينيين مع معالم جذب أخرى مثل Garden of Imagination و Fantasy Land. رئيس مجلس إدارة ديزني أعرب عن أهمية هذا المشروع قائلا: نحن مهتمون بتعزيز تواجدنا هنا في الصين وتطوير الأعمال، وخاصة إذا نظرنا إلى النمو الهائل في أفلام ديزني في السوق الصينية. نحن نستفيد بشكل واضح من هذا النمو، فعلى سبيل المثال وبعد النجاح المذهل لبعض الأفلام المنتجة مؤخرا، ليس هناك ما هو أفضل من أن نخلق الاتصال المباشر مع القصص والشخصيات في منتزه يجمع الجميع. بلغت تكلفة المشروع 5.5 مليار دولار، وهو مشروع مشترك بين ديزني وتحالف شركات مدعوم من الدولة، وعمل قرابة 10,000 شخص على إنشاء هذا المشروع.